بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبدأ بنعمة ربنا تأملاتنا في سفر أيوب. كالعادة نبتدي بمقدمة في السفر، نشرح شوية معالم السفر لأنه سفر كبير 42 إصحاح وسفر عميق، البعض بيعتبره أصعب أسفار العهد القديم لأنه لغته شعرية أدبية في الأصل العبري، فحتى لما ترجمت للغات أخرى وللعربي مليئة بالاستعارات والكنايات والتشبيهات وباللغة الأدبية، فساعات ده بيصعب شوية المفهوم على القارئ العادي. إنما ما فيش حد ما يعرفش حكاية أيوب، هي كحكاية معروفة لكن كآيات مليانة يعني معاني جميلة قوي ممكن تفرق في حياتنا، هو ده اللي احنا هنعيش فيه الشهور القادمة. أولا، إمتى تاريخ السفر ومكانه في العهد القديم ومكان أيوب على الأرض نفسها فين؟ أيوب يعتقد أغلب آباء الكنيسة ومعلميها أنه في مرحلة ما قبل موسى النبي، عشان كده بعض العلماء بيعتبروه أقدم كتاب في العهد القديم. يعني كتير بيعتبروا أن التوراة مش أقدم حاجة، تعرفين تكوين خروج لاويين عدد تثنية تنسب إلى موسى النبي، موسى يسبق المسيح له المجد بحوالي 1500 سنة، لكن موسى ذكر من أول آدم لغاية يوسف، فذكر حكايات إبراهيم وإسحاق ويعقوب وبعدين وصل ليوسف وإخواته الأسباط وانتهى سفر التكوين، ثم بدأت حياة موسى في سفر الخروج. أغلب المفسرين بيعتقدوا أن أيوب كان في مرحلة ما بعد إسحاق، يعني غالبا في زمن يعقوب وعيسو، والبعض بيعتبروا من عيلة عيسو أو من عيلة مثلا قطورة الزوجة الأخرى لأبونا إبراهيم، يعني في البعض بيركبها كعلاقات لا يعنينا بدقة يعني وجه القرابة مع العيلة دي، لكن اللي يفرق عندنا أنه العبادة في الوقت ده ما كانتش حسب شريعة. عشان كده تلاحظوا في سفر أيوب مش هنلاقي خالص أخبار زي اللاويين مثلا، اغتسالات شكلها إيه وحفظ السبت بطريقة معينة والأعياد والأصوام، مش هنسمع عن الكلام ده. ليه؟ لأن الشريعة جت وقت موسى، حتى لغاية دلوقتي نسميها إيه؟ شريعة موسى، لأنها استلمها موسى النبي وكتبها بدقة في الخروج واللاويين وتعادت في التثنية. إذن من وقت أبونا إبراهيم كان في الحاجة اللي بيسموها التدين الوراثي. الوراثي يعني إيه؟ يعتقد أن آدم كلم هابيل وشيث، بس قايين ما سمعش وطفش وهابيل اتقتل، فكلمهم عن ربنا اللي يعرف، وشيث علم عياله كده لغاية ما طلع لنا نوح. طب نوح ده يعبد ربنا ازاي ويعرفه منين؟ ما هو ما فيش كتب لسه. نوح شخص كله ايمان بيصلي كويس وولاده طلعوا اتقياء، وكلكم عارفين الفلك ووقت الطوفان، كل ده عبارة عن ايه؟ توارث العبادة أو توارث الدين بدون كتاب، بدون شريعة مكتوب، إلى أن وصلنا لأبونا إبراهيم وربنا اختاره من أور الكلدانيين وحطه في كنعان، كانت لسه كلها صحراء وغنى جدا أغناه، وبعدين فين؟ لما جه إسحاق، وبعدين إسحاق جاب يعقوب وعيسو، كل ده ما فيش لسه شريعة مكتوب. في الوقت ده أيوب تظهر حياته. أيوب يعتقد أنه شيخ قبيلة كبير قوي، أو البعض اعتبره واحد من ملوك منطقة أدوم، أدوم اللي هي تنتسب إلى عيسو بعد كده، فهو في المسافة ما بين العراق وفلسطين أقرب إلى سوريا، هي دي منطقة القصص اللي هنسمعها، فما نقدرش نقول أن الحكاية دي حصلت جوه فلسطين نفسها ولا حصلت جوه العراق، هي في المنطقة اللي أقرب إلى مدينة حاران اللي قعد فيها أبونا إبراهيم فترة.
فهو كان راجل غني بجد لدرجة الناس اعتبرته ملك من ملوك المنطقة، أو على الأقل لأنه سعدت بقبائل وكل قبيلة لها شيخ أو لها شخص كبير. كذلك أصدقائه الثلاثة عبارة عن شيوخ قبائل أو ناس على نفس درجة الغنى والسلطة، عشان كده هتلاحظوا إن هم كانوا بيتكلموا شوية بإيه؟ بسلطة، ودي تعبتهم، لأن هم كمان كانوا أصدقاء مع بعض لكن على نفس الدرجة من الغنى والإيه والسلطة. أيوب هنلاحظ إنه راجل تقي، الإنجيل بيشهد له من أول صفحة لآخر صفحة، ومع هذا تعرض لعدة تجارب وأصبح مثل في التاريخ. لما واحد تجيله تجارب ورا بعض ومكثفة جدا فيقول لك ده أيوب. يعني إيه؟ أيوب رمز للتجربة من كل ناحية وبدون سبب واضح ليه. لو هو شرير قوي نقول إيه؟ ربنا بيعاقبه، إنما ده بالذات راجل كويس قوي. فهنا يأتي اللغز، عشان كده سفر أيوب هو بيبحث في لغز من أهم ألغاز البشر. لماذا؟ لماذا يتألم الأبرار؟ دي بقى تقدروا تسموه شعار سفر أيوب، أو السؤال الأساسي في سفر أيوب، أو اللغز اللي هيتحل بس مش 100%. يعني على آخر السفر ربنا يدينا العمر كده ونعيش معاكم واحدة واحدة، هنعرف إجابات كتير قوي لكن مش هنوصل لإجابة شاملة كاملة، لأنها تحتاج نروح السماء عشان ندرك تماما ليه ربنا بيعمل كده مع شخص كويس. بقول لكم اللي مصعب المسألة إن أيوب راجل كويس قوي بشهادة ربنا له المجد، فعشان يحصل له كل اللي بيحصل له لازم تطلع 100 سؤال. يعني في أشرار كتير ربنا ساكت عنه، يعمل كده في واحد بيصلي كتير وبيعمل خير في الناس وبيبعد عن الشر، طب ده معناه بقى الناس تغلط؟ ما هتطلع بقى ايه يعني تساؤلات او استنكارات بنسميها، يعني الناس ساعات تستنكر اللي بيحصل. جمال سفر ايوب انه بيساعدنا لغاية النهاردة في فهم قضية الألم، لان اللي حصل مع ايوب بيحصل مع اولاد ربنا في كل الاجيال. يعني لما تلاقوا ناس أبرار يجي عليهم اضطهاد شديد ويستشهد بعضهم أو يتعذب بعضهم أو يتسجن بعضهم، طب دول ناس كويسين وكويسين قوي، هم عشان ناسك يا رب يتبهدلوا كل البهدلة دي؟ فتلاقي الكلام بيطلع من في كل جيل. واحد تبقى حياته مستقيمة وخادم حلو بعدين يجيله مرض صعب ويمكن يخلص على عمره على الأرض يعني بدري، طبعا الناس تبص له، طب ده بالذات راجل بيعمل خير، لو كان عاش كان هيكمل في الخير اللي بيعمله، طب ما تاخد الاشرار اللي ايه مفترين في الدنيا. فهنا قضيه الالم واختيار الله لمن يتالم وكيف يتالم هي لغز السفر ده. وكلكم عارفين انه الاصحاحات الاولى بتدينا لقطه من السماء، يعني ايه ما يحدث من وراءنا. ربنا بيقابلوا الملائكة وبعدين يدخل الشيطان عشان ايه يحسد ايوب او يتبلى عليه او عاوز يأذيه، وبعدين ربنا يوافق على الطلب بحدود. طبعا المشهد ده الروح القدس وصله لنا لكن ما حدش شايفه بعينه، احنا شايفين ايه من ساعة ما ايوب ابتدى يتضرب، دي اللي هنشوفها كبشر. وبعدين فأول إصحاحين هي بداية الأزمة أو التجربة، بعد كده من إصحاح 3 يبدأ أيوب شكوى البكاء والنواح والتحصر، بيتحصر على روح. وبعد كده يبدأوا أصدقائه في جولات، حوالي 3 جولات، كل جولة مثلا 6 إصحاحات أو أقل، بيحاولوا هم يردوا على السؤال، لأنه أيوب في شكوى يعني لمح لفكرة طب ليه. وطبعا أي متألم يا أحبائي بيبقى أكتر سؤال شغله ليه حصل كده، والسؤال الثاني طب أعمل ليه، وإن كان ده أسهل، السؤال الأولاني هو الأصعب، ليه حصل كده، وبعدين طب مطلوب مني إيه.
الآباء القديسين انشغلوا بسفر أيوب لأن مفيش قديس ما تعبش في حياته وما تألمش. كثيرة هي أحزان الصديقين، إذن دي قاعدة كتابية. ولما جه المسيح له المجد تجسد، حط الصليب قصاد عينيه عشان يأكد المفهوم إن الألم طبيعة الأبرار وعلى رأسهم القدوس البار المسيح له المجد المتجسد. ما جاش للراحة ولا جه للسعادة، يعني ده جه للغلب. من أول يوم شايفين مزود بقر، وبعدين هروب لمصر، وبعدين عيشة في الفقر الشديد والبهدلة بتاعت الناصرة، وبعدين بقى مشاكل مع اليهود لغاية الصليب. إذن ربنا يسوع رجل أوجاع، عشان كده تلاحظوا إن إحنا في أسبوع الألام أيوب ده صاحبنا، لأنه بيدينا إحساس اللي بيحصل مع المسيح بيحصل مع أولاده. فأيوب كأنه بيشاور بحياته على المسيح المصلوب وألام المسيح. أقول لكم الجولات تبدأ بين ثلاث أصدقاء وبين أيوب. أيوب يقول حتة، يقوم واحد منهم ينبري للرد على أيوب دفاعا عن الله، ودي كانت مشكلة الثلاث أصدقاء، إن هما بدل ما يتعاطفوا مع أيوب المكسر يا حبيبي ومدغدغ وحالته حال، هما إزاي وإزاي أيوب يعترض على ربنا، وهو حتى اعتراضه كان مهذب، يعني ما قالش يبقى ربنا مش موجود زي ما ناس بتقول، ولا تهكم على الله في أحكامه، لكن كان صعبان عليه من ربنا، زي اتنين بيحبوا بعض قوي، فواحد صعبان عليه من صديق عمره. فأيوب يدل في كلامه على الله انه مش قادر يغلط في ربنا ابدا رغم اعتراضاته وصعبان عليه، لكن واضح انه الحب اللي جواه ربنا اقوى من الالم، وده اللي كان ربنا عاوز يسيبه للاجيال، قضية ان ايوب لا يتقي الله للمكسب الارضي، لان الشيطان جاي يقول له كده، يقول له يعني انت ما انت لازم ايوب يحبك، ما انت مدي له كل حاجة، طب شيل كل حاجة كده وشوف. فربنا حب يمجد ايوب بالتجربة ويظهر لكل الاجيال ان الناس اللي بتحب ربنا مش حاطة شرط هنحبك لما الدنيا تمشي سهلة، لا هنحبك حتى لو ايه، لو شفنا كل الغلب انت تستاهل الحب. فده دي الرسالة الاساسية اللي هنكتشفها في ايوب، انه ايوب كان اقرب الى الله من اصدقائه، ودي بانت في اخر اصحاح لما قال لهم انا مش هسامحكم غير لما ايه، ايوب اللي يصلي لكم. سمعنا كده ان مكانه ايوب كانت عاليه وعليت اكتر بالتجربه، وده احد معاني سفر ايوب، انه لو لم تفهم الالم اللي في حياتك تاكد انه هذا الالم يرقى بيك يرتقي بيك. يعني كتير قوي يعيشوا لغايه اخر عمرهم مش فاهم ليه حصل له المتاعب دي كلها، بس على الاقل صدق انه الالام دي هي رصيدك الحقيقي في السماء، هي اللي رفعت مكانتك عند ربنا. الحياه السهله رخيصه قوي في السماء، الحياه الصعبه غاليه قوي في السماء. بانت في مثلا الغني والعازر، طب العازر ده لا راح بشر ولا يعني خدم ربنا، ده راجل فقير ومريض، طب ايه يعني رصيده؟ لا ده طلع رصيده كبير قوي، ده حضن ابونا ابراهيم وايه الملائكه شايلينه، جاب كل ده منين؟ من الغلب اللي شافه. الغلب مع عدم الاعتراض او عدم التذمر او التجديف. سفر ايوب سفر ممتع. بعد حوارات الثلاث اصدقاء سكتوا لانه ايوب صعبان عليه، كل ما يكلموه يقوم هو يرد عليهم لانه هو يعرف ربنا اكتر. فابتدى يقول لهم يا ريتكم تسكتوا، كلامكم كله متعب، ما بتقولوش حاجة جديدة، فاكرين نفسكم فاهمين وانا مش بفهم، وبدافعوا عن ربنا ليه؟ انتوا شفتوني كرهته، يعني هو الحوار ماشي بالطريقة دي. يبقى شخصية غريبة شوية جميلة، شاب بقى كان سامع الحوار ده كله، اسمه أليهو. أليهو ابن برخائيل ده ظهر لنا في الآخر، آخر واحد اتكلم قبل ربنا، وقال انا مش قادر اسكت، انا قاعد اسمعكم. بصراحه ايوب انت مالكش حق، لانك شايف نفسك ابر من الله، فكانك شايف اللي ربنا بيعمله غلط، وده مش صح، مش من حقك تفكر كده برضه.
وانتوا تعبتوا ايوب لان انتوا طلعتوا شرير وهو مش شرير. فايه عدل الموازين شويه، طلع ان في غلطه عند ايوب انه يرى نفسه ابر من الله كانه هو اللي هيحاكم ربنا على قراره، وكمان عاتب الاصدقاء العواجيز دول الكبار لان ايوب كان كبير في السن، يعني كبير في زمانهم، كبير دي اصلا ممكن يبقى 200 سنه بس معاه لسه 700 سنه هيعيشها تاني فيعتبر صغير، لان ايوب عاش كتير عمر كتير، لان في زمن ابراهيم واسحاق ويعقوب انتوا عارفين كان لسه ايه بيعمروا، يعني بيعدوا 100 سنه و150 و200، لكن مش واصلين لجيل نوح اللي كان يوصل لايه ل900. فأليه بدأ يتكلم باعتدال شديد عن أنه ربنا أحكامه عالية مش لازم ندركها تماما، وفي نفس الوقت أليه يعني شارك في أنه يسكت أصدقاء أيوب كنوع من العتاب أنه لا اسكتوا شوية أنتوا دلوقتي مش فاهمين ربنا قصده. ثم تكلم الله في آخر السفر بقى، ربنا بيتكلم، وربنا لما بيتكلم أحبائي خدنا في حتة تاني خالص، وده بقى من جمال سفر أيوب. احنا كنا نتوقع ان ربنا يقول لأيوب ايه، تعالى اقول لك عملت فيك كده ليه، كانت تخلص في جملتين ثلاثة، لو كان تأديب على أخطائك انت عملت كده فحصل لك كده، ما قالش كده، ولو كانت تزكية كان يقول له طيب بص بقى الغلب اللي انت شفته انا هكافئك عليه، برضو ما قالش كده. إنما ربنا خده في حوار طويل عن يا أيوب أنت حجمك إيه وأنا حجمي إيه، أنت بتفهم في إيه وأنا بفهم في إيه، طب أنت اللي هتقول لي غلط وصح، مش المفروض إن الكبير هو اللي يعرف الصح والغلط. فربنا الأول خلى السؤال الضخم بتاع ليه يا رب بتعمل فيا كده يصغر خالص ويوصل لفكرة انت يعني ما ابعد احكامك عن الفحص. فالاجابه الاساسيه في سفر ايوب الله يعلم جيدا ما يصنع، واللي بيعمله ربنا في ولاده دايما خير مهما كان بيوجع، حتى للدرجه اللي هنشوفها في ايوب. وطبعا لما ايوب سمع لربنا هدي خالص نفسيته وتعادلت افكاره وجاله السلام اللي كان فقده، لأن مشكلة أيوب مع الوجع والتذمر فقد سلامه، لكن استعاد سلامه بعد كل الوجع الشديد والمحنة وسجد للأرض وقدم توبة عن شوية الكلام اللي طلع منه زيادة في لحظة الضعف، وربنا قال له خلاص كده. ثم انتهت التجربة. طب يعني انتهت التجربة؟ صحته اتصلحت، الغنى اللي راح منه رجع الضعف فين، وابتدى يجيب عيال تاني قد عدد العيال اللي فقدهم، على اعتبار العيال اللي فقدهم ما راحوش، لان دي نفوس هتفضل موجوده في الحياه الابديه. وعاش سنوات طويله قوي يعتقد انها لا تقل عن 10 أضعاف زمن التجربه، كاشاره ان التجربه اللي هنشوفها على الارض لا تقاس بزمن الراحه الابديه. يعني هفترض واحد قال انا طول حياتي في عذاب، حياتك يعني كم سنة؟ 80 سنة مثلا، 90 سنة؟ طيب حط جنبها لو قلت لك 900,000 سنة، ايه رأيك بقت 1 لـ1000؟ توافق تتعب 1 وترتاح 1000؟ طبعا هيقول وافق، حتى لو العمر كله غلب وصاد حياة فيها سعادة أبدية هتلاقي ان الرقم طبعا ايه ما يتحسبش، لا يقاس اي رقم مهما طال بالأبدية. فهنا الكتاب المقدس وضح انه عاش سنوات كلها خرخاء وخير وسلام وسعادة وبركة، سنوات طويلة او 140 سنة بعد التجربة، تأكيدا انه او اشارة ان الحياة الابدية هي المكافأة الحقيقية لأي تعب في الدنيا. دي مقدمة سفر ايوب. سفر ايوب يعني كنيستنا بتحبه، عندنا 4 أيوب في اسبوع الالام بنقرأ السفر، غير يعني فقرات من أيوب طول الصوم الكبير، لأنه احنا بنقرأ أجزاء من العهد القديم في الصيام الكبير، فأيوب واحد مرافق لنا في الصيام الكبير، لأن احنا ندخل على شركة ألام المسيح، وإن حسب أحد في العهد القديم شريك لألام المسيح يطلع أيوب نمرة 1. يعني أرمية تعب قوي،
فشارك المسيح في آلامه بس قبل مجيئه. لكن أيوب يتفوق على الكل بحكم آلامه. قديس يعقوب ذكر أيوب في العهد الجديد، قال قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. عاقبة هنا يعني الجزاء، يعني إيه؟ المكافأة. فكان بيكلمهم في رسالة يعقوب يقول لهم أنتوا سمعتوا عن صبر أيوب وشفتوا في الآخر بيحصل إيه؟ إذن سفر أيوب لا يفهم إلا في الآخر، زي قصة الألم دايما لا تفهم كاملا إلا بعد ما تخلص. لما تدخل على القصة في نصها تتبرجل. تصور أنك أنت فتحت قصة دراما كده مأساوية في نصها، مش فاهم ليه بيحصل كده وليه بطل القصة عمال يتضرب ويتخبط ويتعذب. استنى آخر صفحة تحل لك الإشكال. لازم النهاية سعيدة، الشغل مع ربنا كده. تعالوا نبدأ في سفر أيوب. وكان رجل في أرض عوص اسمه أيوب. يعتقد كلمة عوص دي تعود على منطقة جنب سوريا، والبعض بيقول هي جزء من حاران. وكان هذا الرجل كاملا ومستقيما، يتقي الله ويحيد عن الشر. من الناس القليلة جدا اللي جي عليها كلمة كان الرجل كاملا. كاملا مين يتقال عليه رجل كامل؟ دي كلمة كبيرة قوي. عشان كده في المفهوم المسيحي في نوعين من الكمال. الكمال الإلهي هو الكمال المطلق. يعني إيه؟ الله كامل بمعنى مطلق. أما الإنسان كامل بمعنى أحسن واحد في جيله، بمعنى أنه متفوق في الفضيلة، بمعنى اللي قاله هنا يحيد عن الشر. زي ما تقول على واحد ما بيغلطش، هو ما بيغلطش مش بشكل مطلق، لأنه كبني آدم أكيد جات له فكرة مرة، مش عارف غلط في كلمة مرة، لكن يعني حريص أنه ما يغلطش. فالكمال فيما يخص البشر ده كمال نسبي. ما هو واحد زي كده لازم يأكل ولازم يشرب وجايب عيال وعايش حياة طبيعية وكان مرفه كمان، ومع هذا قيل عنه أنه إيه؟ كان رجل كامل. ودي رسالة مريحة لبعض الأغنياء، لأن في ناس تتصور أن الإنجيل ضد الأغنياء لمجرد أنهم أغنياء. لا، هو الإنجيل ضد محبة المال، لكن مش ضد الغنى. الغنى نعمة من ربنا. أهو واحد غني جدا وفي نظر الله كان إيه؟ كاملا ومستقيما. فمش معنى أن واحد يبقى غني يبقى بالضرورة ربنا رفضه، أو بالضرورة إنسان شرير. أبونا إبراهيم كان غني جدا، أغنى من ملوك في زمنه، لكن كان خليل الله، أقرب واحد ربنا. فهنا كان هذا الرجل كاملا ومستقيما، يتقي الله ويحيد عن الشر. كأنه تعبير كامل ومستقيم بتلخص في كلمتين، يتقي الله ويحيد عن الشر. فكروا فيها كده. يتقي الله يعني إيه؟ يعني شخص بيخاف ربنا. عشان كده الإنجيل بيكرر فأكتر من مكان، بالذات في سفر الحكمة ويشوع ابن سيراخ والأمثال، رأس الحكمة مخافة الله. لأن اللي يخاف ربنا أو يتقي الله يتحاشى الخطأ. واحد بيتقي ربنا هيكذب إزاي؟ مش هيكذب. هيقول كلمة وحشة ليه؟ هيعمل حاجة في الظلمة ليه؟ بيتقي ربنا. فهو طبيعي هذا الشخص، وده اللي بيسموه التقوى الطبيعية. يعني إيه؟ لسه ما كانش فيه شريعة ولا كان في أنبياء بالمعنى الحرفي ولا في كنيسة. طبعا احنا ايه قولوا 1800 سنة قبل المسيح، فاحنا بنتكلم في زمن بعيد قوي صحيح، لكنه يتقي الله. عشان كده الإنجيل يقول ربنا ما سابش نفسه بلا شاهد. في كل جيل له شواهد، له ناس بتشهد له وناس بيحبوه، رغم انه العالم زمنه لا أغلبه وثني. ويحيد عن الشر. إذا من علامات التقوى أو من علامات الكمال أن الواحد يشوف الشر يبعد عنه، يحيد عن الشر. القعدة دي مش بتاعت بلاش، المكان ده مش مناسب بلاش، الشخص ده طريقته لا بلاش، في طريق الخطاة لا يقف، في مجلس المستهزئين لا يجلس. أو ده اسمه يحيد عن الشر. هيلاقي الموقف ده يغضبه ينسحب بهدوء كي يحيد عن الشر. هيلاقي المنظر ده يتعبه يحيد عن الشر.
فالشخص اللي بيحيد عن الشر بيعجب ربنا، بدليل انه شهد له من اول سطر: كان الرجل كاملا ومستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر. وولد له سبعة بنين وثلاث بنات، وكانت مواشيه 7000 من الغنم و3000 جمل و500 فدان بقر و500 أتان، وخدموا كثيرين جدا. هم لما يعبروا عن ثروة إنسان في الزمن القديم يبتدوا بالعيال لأن هم ثروة، وبعدين يدخلوا على البهائم، وبعدين يدخلوا على الخدم. فده أسلوب شرح مستوى الغنى أو الرخاء اللي عند أيوب، لأنه كان بالنسبة لهم اللي عنده عيال ده برضو إيه، ربنا مبارك له، واللي عنده عيال كتير كمان، فبالتالي في ورثة يعني في لغتهم. 7 ولاد و3 بنات، وبعدين أرقام بقى: 7000 غنم، وبعدين 3000 جمل، و500 فدان بقر يعني جوز بقر، و500 أتان، وخدموا كثيرين جدا. واضح أنه راجل غني. فكان هذا الرجل أعظم كل بني المشرق. أعظم هنا ليها معنيين: أعظم في عيني الله من ناحية التقوى، لكن أعظم في عيني الناس من ناحية الإيه؟ الغنى. الناس هتبص له إنه راجل عظيم، إكمنه عنده إيه؟ يقول لك مش عارف كام ألف بقرة وكام ألف غنم. أوكي. العظمة هنا عند الناس أرقام. العظمة عند ربنا مرتبطة بالأول جملة: يتقى الله ويحيد عن الشر. وخلي بالكم، هو ده التحدي. هل دي كانت مرتبطة بدي؟ هنشوف بعد كده. انه طلع حتى لما تشال العيال والبهايم والأتان والخدم، فضلت له الايه؟ التقوى، الغنى الروحي. فطلع 10 من 10، نجح في الاختبار بتفوق، لانه لما تشالت العظمة الأرضية كلها بقيت العظمة السماوية. وضحت الفكرة؟ يبقى من أول الموقف بيشرح لنا أنه عظيم قوي، روحيا عظيم، رجل كامل ومستقيم يحيد عن الشر يتقى الله، وعمليا أو عالميا رجل عظيم، عنده 10 عيال وعنده. فكان هذا الرجل أعظم كل بني المشرق، وكانوا بنوه، بصوا بقى الحتة الجميلة اللي جاية دي في التربية مهم: كان بنوه يذهبون ويعملون وليمة في بيت كل واحد منهم في يومه، ويرسلون ويستدعون أخواتهم. يعني إيه؟ هو عنده 7 بيوت للـ7 ولاد غير البنات قاعدين مع أبوهم. شوفوا بقى هذا الأب الفاضل، رب عياله يحبوا بعض جدا. يوم السبت يأكلوا عند أخوهم الكبير، والحد اللي بعده، والاثنين عند اللي بعده، والثلاث. وزعوا الأسبوع كل يوم يتعشوا عند واحد فيهم، ولازم يجيبوا اخواتهم البنات. فكانت عيلة يضرب بها المثل. ده قبل ما يبقى فيه مبادئ تربية، لكن ده واضح انه رب عياله يحبوا بعض قوي، ويخافوا على اخواتهم البنات ويعاملوهم بنفس الدرجة. يبقى ما كانش حتى في تمييز ولد عن بنت، بحكم انه ايه، لازم البنات تحضر الوليمة دي، يعني ليها كرامة البنات هنا. كان بنوه يذهبون ويعملون وليمة في بيت كل واحد منهم في يومه، ويرسلون ويستدعون أخواتهم الثلاثة ليأكلن ويشربن معهم. يبقى هنا في كذا مبدأ: أولا الولاد شبعانة كلها وسخية، محدش بخيل، وكل يوم واحد عليه الدور يعزم إخواته عنده، ولازم البنات يحضروا ويأكلوا ويشربوا مع بعض. وكل ده رباية أبونا أيوب. يبقى أيوب ده أيضا متميز في التربية الأخلاقية أو التربية الروحية، لأنه اللي خلق واحد غني ومخلي عياله يحبوا بعض قوي، دي مش كتير على فكرة في الزمن ده للأسف. لما يكون واحد غني تلاقوا ساعات عياله إيه، يأكلوا في بعض، عشان الفلوس مش سهلة. إنما ده راجل غني جدا ومشبع عياله، بس كلهم بيحبوا بعض قوي، وبيميزوا بعض على بعض، يعني بيقدموا بعضهم في الكرام. وكان لما دارت أيام الوليمة، يعني على آخر الأسبوع، أن أيوب أرسل فقدسهم. خلي بالكوا، إحنا ما فيش شريعة بالمعنى الحرفي، لكن يبدو أنه بدأ فكرة
في آخر كل أسبوع نقضي يوم كده تقديس لربنا، يعني يقعدوا يقدموا ذبايح ويصلوا كتير شكرا لله ان الأسبوع عدى على خير، زي فكرة عبادة السبت. ما تنسوش ان السبت ده من فجر التاريخ، اذكر يوم السبت لتقدسه، اتكتبت في الشريعة لكن هي من وقت الخلق نفسه استراح الله في اليوم السابع، فكانت منهجية ان في يوم احتفال بالله او تكريس وتقديس يوم خاص بالله، دي فكرة حتى من قبل الشريعة. فهنا قال لما دارت الوليمة، يعني لما الأسبوع خلص، بعت وقدسهم، يعني قال لهم تعالوا بقى هنصلي مع بعض في اليوم السابع زي كده. وبكر في الغد وأصعد محرقات على عددهم كلهم. هتقولوا لي المحرقات دي مش شريعة؟ لا، فكرة الذبيحة أو المحرقة هي أقدم من الشريعة. الآباء قالوا إيه؟ قالوا يوم آدم وحواء أخطأ، ربنا بلقاهم عريانين ومكسوفين وعاملين عملة، ووعدهم إن هيجي يعني يحل لهم المشكلة اللي عملوها، لكن اداروا ورا ورق التين عشان يخبوا عملته. طبعا ورق التين ما يسترش، فقام ربنا جاب لهم مآزر من جلد حيوان، معناه انه عمل ذبيحة عشان يستر عليهم. من هنا جت كلمة الكفر او الكفارة، فربنا غطى على العري بذبيحة. واصبح بعد كده هابيل بيقدم ذبيحة مرضية. يبقى فكرة المحرقة والذبيحة دي من قبل كتابة الشريعة، بدليل ان نوح اول ما طلع من الفلك قدم ذبيحة. ابونا ابراهيم قبل الشريعة كان بيعمل مذبح ويقدم ذبيحة. اسحاق نفس الكلام، لدرجة ابونا ابراهيم كاد يقدم اسحاق نفسه ذبيحة. اذا المحرقة او الذبيحة دي شريعة بيسموها ابائية او شريعة طبيعية، موجودة من قبل كتابة الشريعة. فأيوب بحكم أنه في هذا الجيل اللي قبل خالص كتابة الشريعة يعرف يعني إيه محرق، يعرف أنه لازم نصعد ذبيحة شكر كده لله، فيجيبوا حيوان يقدموه دي لربنا ويحرقوه. فبيقول قدسهم وبكر في الغد وأصعد محرقات على عددهم كلهم. عارفين دي زي لما نيجي نذكر واحد واحد بالاسم، أو في ناس تعمل مطانية عن أولادها واحد واحد بالاسم، أو واحد يصلي مزامير مخصوص لفلان ومزامير لفلان، كويس، معناه إيه؟ عن واحد واحد، هو شايفهم واحد واحد غالي عليه، فبيقدم محرقة خاصة عن كل واحد من ولاده. ده يأكد إنه ما عندوش أي نوع من المحاباة أو التمييز، عيل عن عيل، ولد عن بنت، ما عندوش العقد دي. هو بالنسبة له كل ولاده غالين عليه وكلهم هدية من إيد ربنا، ودي هتبان في التجربة، وكلهم يستاهلوا الحمد والشكر. فكان يصعد محرقة على عددهم كله. يبقى إيه؟ ما اكتفاش بمحرقة واحدة عن العشرة، لا، بيقدم 10 محرقات دي باسم الأولاني والتاني وهكذا. لأن أيوب قال، بصوا بقى دي تدل على البر والكمال بتاعه، ربما أخطأ بنية وجدفوا على الله في قلوبهم. دي كتبوا فيها الآباء كتير، قالوا بص الراجل ده اللي قبل شريعة موسى وما حضرش زمن المسيح، ده مش بيراقب التصرفات والكلام. وأسهل حاجة الواحد يشوف تصرفات عياله وكلامهم، الولد ده بيغلط بكلمة، الولد ده عصبي بيتصرف غلط. لا، ولاده 10 عناصر ما بيغلطوش بكلمة ولا في تصرف. هو عيل هم ايه؟ يكونش واحد فيهم جات له فكرة مش حلوة في دماغه عشان كده نقدم محرقة. ايه ده المستوى العالي ده؟ ده احنا في العهد الجديد مع عز تعاليم المسيح يمكن ما وصلناش لهذا المستوى من التدقيق، ان الواحد بيراقب افكاره وافكار عياله ويقدم توبة عن اي فكر بطال. فهنا بيقول ربما، يعني حتى هو ما حدش منهم اشتكى له وقال له انا سرحت وسرحان وحس ولا جدفت في قلبي ولا اعترضت على ربنا في حاجه، قال لحسن يكون حد منهم ايه؟ جدفوا على الله في قلوبهم. طبعا ده مستبعد جدا مع تربيه واحد زي كده يتقى الله، عياله كلهم اتقياء. عشان في مره حد يقول يعني طب مين قال ان الولاد دول داخلين السماء؟ داخلين حتف طبعا،
دول أتقياء زي أبوهم، دول اتربوا على واحد قديس، دول بيحبوا بعض جدا، فلو ماتوا في أي لحظة مصيرهم طبعا السماء، لأن دول ولاد البركة، كلهم محبة وكلهم نقاوة، ولو فكرة عدت في دماغ واحد فيهم وحشة أبوهم بيشوفوه بيقدم عنهم ذبيحة، فيعني هيكرهوا الفكرة الوحشة، مش بقى التصرف ده، التصرف ده حاجة زيادة. فكرنا بكلام المسيح لما قال من القلب تخرج الأفكار الشريرة. ربما أخطأ بنية، احنا بنشوف ولادنا غلطانين مش ربما، من غير ربما، ومع كده قلبنا مش بيوجعنا ومش بنتوب عنهم، ده هنا بيقدم توبة وصلة ومحرقات وذبائح مكلفة جدا. ربما أخطأ بنية وجدفه على الله في قلوبهم، برضو دي تأكد لنا فكر الكنيسة لما نقول الخطايا التي صنعناها ايه، بإرادة وغير إرادة، بمعرفة وغير معرفة، لأن فعلا الواحد ممكن يكون بيغلط ومش دريان، دماغه راحت في حتة مش مظبوطة وهو ما خدش باله، ما رصدش على نفسه الغلطة دي. فإحنا لما نصلي نطلب غفران عن الخطايا اللي إحنا عارفينها كويس وواضحة، والخطايا اللي إحنا حتى مش شايفينها. هكذا كان أيوب يفعل كل الأيام، يعني في الوقت ده أولاده بقوا شباب خلاص وإخوات ومتقاربين في العمر غالبا، وبالتالي كل يوم عند حد، وبعدين طبعا دول إيه زي أصحاب بزنس كلهم، فيعني شغلهم بسيط، فبيتعشوا كل يوم عند حد فيهم، وفي آخر كل أسبوع يقدسهم، يعني غالبا بيشتركوا معاه في العبادة دي أو في الذبايح، وبينبههم ضمنيا حسبوا يا أولاد لحد فيكم يغلط في حق ربنا. طبعا قد كده التربية مثالية، مبنية على خوف الله ومبنية على محبة بعضهم البعض. ودول أنا عاوز برضه أقول كلمة في التربية قبل ما ندخل بقى في التجربة. الآباء والأمهات اللي يركزوا في خوف ربنا وحبهم وحب أولادهم بعضهم لبعض يرتاحوا إلى الأبد، لأن مشكلتنا في التربية دلوقتي غياب خوف الله. فالأب يستحل أخطاء، يطلع أولاده يتفرجوا على أب بيغلط يستسهلوا الغلط، أم لسانها فالت وعمالة تجيب سيرة الناس وتغلط وتشتم، طب أولادها يتعملوا إيه؟ أفتقد ذنوب الأباء في الأولاد للجيل الثالث والرابع، الخطية تتنقل للأجيال وتكتر كمان. إنما لو أب وأم بيخافوا ربنا بجد بكل معانيها الحلوة، طبعا تصرفاتهم هتبقى مثالية، يقولوا اطلعوا ولادهم من غير مجهود مثاليين، في نفس الوقت مركزين في ايه؟ في الشكر الذبايح، ومركزين في حب العيال لبعض، فيبقى جو مثالي، بيت كل الناس بتحب بعض بجد، وبيت سخي في حب الله، فبيقدموا محرقات أسبوعية مش بيستخسروا. خلي بالكم الحاجات دي مكلفة، لما يقدم 10 ذبايح كل أسبوع على 10 عيال، طب ما ده رقم برضه، لكن هو ما بيفكرش في كده، اللي يحب ربنا يعني الدنيا رخيصة قوي بالنسبة له، وأهم حاجة التقوى. فالأساس الأول في التربية خوف الله، والأساس الثاني في التربية المحبة، المحبة يعني اللي تربط كل البيت ببعضه. وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب، وهنا عاوز أناقش معاكم جزء مهم ما قلتوش في المقدمة لكن أقوله دلوقتي. بعض المحدثين اللي هما بيقروا الكتاب في آخر السنوات بقوا يبصوا للكتاب بنظرة نقدية، فييجوا عند قصة زي اللي هنقراها دي يقول لك دي إيه؟ دي أسطورة، دي قصة نحكيها للعيال الصغيرة، دي مش حاجة حقيقية. وده اللي عملوه مع حكاية أيوب، وعاملينه مع حكاية يونان، وعاملينه مع حكاية نوح، وعاملينه مع حكاية موسى والبحر. أي حاجة يحسوها غريبة عشان دماغهم هي اللي بتحكم مش كلام ربنا، يقول لك لا لا ده شغل أساطير، مفيش مانع نقراها كأسطورة وناخد المغزى. والغريب منهم إن هم بيدعوا إن هم مسيحيين، طب مسيح إزاي واعتبرت كلام الله أساطير؟ طب والآيات اللي بتقول تكلم أناس الله مسوقين بالروح القدس هتقبلها ازاي؟ وازاي المسيح اللي دافع عن القصص دي انت بتعتبرها أساطير
ما ربنا يسوع ذكر آدم وذكر نوح وذكر يونان وذكر. فبدعة الأساطير دي زادت اليومين دول للأسف، لأنها موجة عقلانية، فالحاجة اللي ما تدخلش دماغنا قوي تبقى غلط. وهي دماغك دي قد إيه أساسا؟ وهو مين اللي عامل دماغك أساسا؟ أنت بتحكم على ربنا بدماغك ولا هو اللي يحكم عليك بدماغه؟ مين اللي فكره أكتر من التاني؟ وهل يعصر على الله شيء؟ أنت ليه مش عاوز تصدق إن يونان يدخل ويطلع إن كان ربنا رايد؟ إيه المشكلة يعني؟ ولا المية تقف ما تقف، إيه المشكلة؟ لو ربنا عاوزها تقف تقف سور. وإيه الصعوبة إن ربنا يدبر إنه يعمل فلك عشان ينقذ ولاده؟ إيه المستحيل في كده؟ لأن إلهنا فوق أي مستحيل، هو اللي عامل قوانين الطبيعة وهو اللي يغير فيها عشان ولاده. فهنا جماعة بيسموهم أصحاب المذهب الطبيعي الناتشوراليست، اللي هم إيه؟ يمجدوا الطبيعة كأن الطبيعة خلقت روحها وما فيش حد يكسر قانون طبيعي، وبالتالي فكرة المعجزة دي مستبعدة. فأي حاجة مش داخل العقل أو مش طبيعية تبقى مرفوضة. طب ما هو ربنا فوق الطبيعة، فأنت أكيد كده يعني لغيت ربنا بالمقولة دي وحكمت عقلك، وعقلك ده بعد شوية هيبقى شوية تراب لأنه مش هو اللي عمل نفسه أساسا. فعشان كده الحوار اللي جاي كتب بلغة بسيطة لكنها لا تلغي حقيقته. خلي بالكم بقى من الجملة دي، يعني إيه؟ هل آدم شخصية حقيقية؟ 100%. طيب وقصة بتاعت الشجرة والحية؟ 100% حقيقية. لكن احنا بناخد ايه من القصة دايما؟ نقعد نتأمل ان الواحد ما يديش ودنه للشيطان عشان ما يتلعبش بيه، ان الواحد يركز في الوصية عشان ما يغلطش، ان الواحد ما يحاولش يعمل نفسه اله انما يتمسك انه ابن لله. ناخد المعاني، لكن هل القصة اتلغت؟ لا ما اتلغتش، حقيقية طبعا، هيستوري يعني تاريخ حقيقي. فالتاريخ الحقيقي أنا يفيدني في النهاردة، أولا أعرف مسار التاريخ اللي انتهى بمجيء المسيح وخلاص البشرية، ثانيا بتعلم من الدروس اللي عاشوها الناس اللي قبلي. إذا هنا الموضوع ما هواش أسطورة، عشان لو سمعتوا الناس بتتكلم في الحاجات دي لدرجة في ناس خلاص في بعض الأسفار لا تعتبر ليه من كتر كبريائهم، يقول لك لا لا أيوب ده إيه ده بتاع ده شوية شعر عبري، إيه اللي شعر عبري ده؟ طب والكنيسة حطته في الكتاب المقدس ليه؟ ربنا اعتمده ككتاب مقدس. برضو نسيت أقول لكم حاجة مهمة، جاء ذكر شخصية أيوب بعدها بحوالي 1000 سنة على فم واحد من أعظم الأنبياء اسمه حزقيال في حوار مع ربنا. ربنا قال له لو وقف قصادي نوح ودانيال وأيوب، إذن ربنا بيذكر أسماء بعينها ليها كرامة عنده جدا، ودي تأكد مفهوم الدالة والشفاعة، لأنه كان زعلان من الشعب جدا، قال له حتى لو دول وقفوا أنا مش هسامح الناس دول من كتر زعلوا من شعبه. لكن الله يذكر نوح ويذكر أيوب بعد انتقالهم 1000 سنة وأكثر، ودانيال في الوقت ده كان عايش في زمن حزقيال. عشان ده يؤكد إيماننا أن في قديسين سبقونا وفي قديسين عايشين وسطينا في كل جيل كده. في ناس بنذكرهم مضى عليهم مئات السنين، وفي ناس بنذكرهم يمكن شفناهم بعنينا قبل ما يروحوا السماء، دول قديسين ودول قديسين. إذن أيوب شخصية حقيقية وقصة أيوب قصة حقيقية، لكننا نتعلم منها نأخذ دروس لحياتنا منها. لكن أيوب كان شخص حقيقي، أب حقيقي حصلت له المأساة دي كلها، والحوار ده كان حقيقي، وفي الآخر بنطلع بالمعنى. كان ذات يوم أنه جاء بنو الله، بنو الله تقال في العهد القديم بالذات في الأسفار المبكرة عن الملائكة، في أحد ألقابهم بنو الله، ليمثلوا أمام الرب. إذن أيوب ضمنيا كشف لنا عن جزء من جمال السماء، أن في ملائكة واقفين في حضرة الملك، ربنا له المجد. وجاء الشيطان أيضا، دي بقى حتة تلخبط. طب الملائكة يقفوا قصاد ربنا والشيطان البعيد ده اللي يدخله؟ لأن ربنا عنده كنترول على الشيطان. الشيطان صحيح عصى الله وخرج باختياره من كونه ملاك وتحول إلى كائن مظلم، لكنه ما زال يتمتع بصفاته الروحانية، بمعنى إيه؟
انه كائن روحاني ملوش جسد زينا، مش كده؟ لكن ربنا له كنترول عليه، فممكن يستدعيه في اي وقت. عشان في ناس بتتصور ان الشيطان يغلط ويبهدل الدنيا، ليه هو ربنا نايم في الخط؟ الشيطان ما يقدرش يعمل ولا حاجة من غير اذن ربنا، عشان كده ربنا اسمه ايه؟ ضابط الكل. ده القصة دي تؤكد ان احنا مش مفروض نخاف من الشيطان. ليه؟ لانه مش هيحصل لك حاجة ابدا مهما الشيطان حطك في دماغه، الا لو ربنا شايف فيها فايدة وربنا يسمح بيه. لما ربنا يدي الاذن يبقى واضح انك انت كسبان مش خسران، لانه ربنا اكيد في مواقف اخرى ما بيديش الاذن، لكن المرة دي ادى اذن وسماح بالتجربة لانه شايف مصلحة لأيوب وولاده وكل الأجيال اللي بعده. فده يريحنا. ليه؟ لأن الواحد يزعل لما يلاقي واحد مسيح يقول لك الشيطان الشيطان الشيطان. ايه يا عم، هو الشيطان ده مطلق اليد؟ يعني الشيطان ده بيعمل ويخرب زي ما هو عاوز؟ حتى لو قيل عنه رئيس هذا العالم، في اللي خلقه، في ربنا فوق الكل، فوق العالي عاليا. وإن كان قيل عنه أنه قوي، المسيح قال يأتي الأقوى منه ليربطه، فهو قوي محدش ينكر، لكن هناك الأقوى، فالأقوى ده ربنا له المجد وحده. فهنا الشيطان تسرب كده داخل يعني منظر سماوي جميل. وبعض الآباء خدوها كتأمل وقالوا إذا حتى في وجود الناس جوه الكنيسة، أنتوا بتبقوا زي الملائكة في الكنيسة وبنبقى في جو سماوي والمسيح على المذبح، ده مش معناه ان الشيطان ما يقدرش ايه يشد كرسي ويدخل يحكي. يعني هتلاقوا ممكن الشيطان يحكي، يعني مش الشيطان حرفيا، لكن ممكن تبقى جوه الكنيسة وفي يوم عظيم وتجيلك افكار مش كويس وتتحارب، مش كده؟ وده اللي حصل مع المسيح في التجربة على الجبل، اخذه على جناح الهيكل. يعني ده زي متجاسر لهذه الدرجة، تاخد المسيح على جناح الهيكل وتغريب الشر. لكن هو الشيطان كده، وربنا سامح له انه حتى ولاد ربنا يتحاربوا حتى في الاماكن المقدسة. فهنا دخل الشيطان وسطي، جاء الشيطان في وسطهم. فقال الرب للشيطان من اين جئت؟ ساب الملائكة كلهم، لان الملائكة شغالين حسب ارادته. فسأل الشيطان جاي من فين؟ لما ربنا يسأل ده لا يعني عدم المعرفة، لكن هو بيسأل بسؤال السلطة. آدم أين أنت؟ هل ربنا يجهل أين هو؟ لا، لكن ده سؤال صاحب السلطة. كنت فين؟ عارفين كنت فين دي لما تتقال من واحد مسؤول، هو عارف أنت كنت فين بس ما عملتش اللي عليه غالبا. فهنا من أين جئت ده مش سؤال استفهامي، بيسموه ساعات سؤال استنكاري، يعني انت ليه رحت فين؟ فرحت فين دي مش معناه ربنا مش دريان، ربنا دريان طبعا، لكن عارف اللي هيقوله الشيطان. فأجاب الشيطان الرب وقال من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. مش ساكت الشيطان، بيتمشى كل يوم شغال، بيعدي على البيوت كده كلها، شوف البيت ده يخربه ازاي، والكابل ده يقلبوا على بعض ازاي، والعيل ده يخطفوا ازاي، والبنت دي لخبط دماغها ازاي، ويشتغل في الميديا، شاطر قوي في الشيطان كمان، في الاعلام وفي التعليم، متميز في الحاجات دي جدا. فهو بيتمشى في الارض شغلته. ليه؟ عشان يحول الارض الى جهنم، والمسيح عاوز يحول الارض للسماء. عشان كده نصلي نقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. لكن هو بيتمشى في الأرض عشان يخرب. فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ ده معناه أن الله له المجد يكشف حتى أسرار الشيطان. في بعض الناس تتصور أن الشيطان يعرف اللي أنت بتفكر فيه، لا ما يعرفش. الشيطان مش كامل المعرفة، الله وحده كامل المعرفة. الشيطان ممكن يستقرئ كده إيه بخبرته مع البشر، يبقى متوقع انك انت بتفكر في ايه يعني، لكن هو ما يقدرش يدخل قلبك ويعرف، ولا عقلك. ده سلطان الهي وحده، الله وحده له كل القدرة وكل المعرفة. الشيطان ككائن روحاني
محدود في معرفته برضه، بس ربنا عارف كويس الشيطان كان فين ومركز في ايه طبعا. فقال له انت حطيت قلبك على عبدي ايوب، ده طبعا الاسلوب الادبي المجازي لان الشيطان ما عندوش قلب طبعا، فكلمة قلبك مقصود انت مركز يعني. هل جعلت قلبك، وشوفوا بقى الجملة، على عبدي ايوب؟ الشيطان ما تقلوش عبدي، عشان كده الشيطان متغاظ من ايوب، لانه ايوب محتفظ بلقب انه عبد ربنا، الشيطان فقد هذا اللقب. فقال له انت غيران من عبدي ايوب، ده اللي بنسميه حسد الشيطان. حسد الشيطان، الشيطان عارف مصيره، الشيطان عارف جهنم مستنياه، بس من غله، من حقده على البشر، عشان البشر هيورثوا السماء، عاوز اكبر عدد من البشر معاه في جهنم. دي العداوة اللي بينه وبينه، ان هو عارف مصيره، عارف النار الأبدية وجهنم، لكن هو مستخسر ازاي البشر دول يروحوا السماء، فبيحسد البشر. هل يحسد واحد شرير بطبعه؟ يحسده ليه؟ ما هو تبعه. هيحسد مين؟ الأبرار. يبقى انت لما تصلي كويس تبتدي الشيطان يحط دماغه فيك، ما تخافش، ما هو ربنا ضابط الكل. ده مش معناه يعمل فيك ويسوي، لا، ما يقدرش يعمل حاجة إلا بإذن، وإذن يعني خير، لازم تبقى وراها مصلحة. فما تخافش من الشيطان مهما كانت قدراته، بيستأذن في أي خبط، لازم يستأذن. إذا ده معناه يا مخبطات كانت ممكن تيجي علينا وربنا قال له لا ما تعملش كده، يا ما تجارب كانت ممكن تمسنا لكن ربنا قال لا لا ولادي ما يستحملوش. فإحنا عايشين في صيانة وحصانة إلهية طول الوقت، فلو في مرة سمح لنا بوجع يبقى هو شايف كويس قوي ان احنا هنطلع كسبانين منها. لكن تأكدوا قصاد مرة نتخبط خبطة، في مئات المرات منعت عننا تجارب وحقد الشيطان. وده اللي بنصلي نقول له كل حسد الشيطان انزعوا عنه وعن سائر شعبك وعن موضعك وهكذا. قال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدي أيوب لأن ليس مثله في الأرض. ده مين اللي بيكلم؟ ربنا. ربنا بيشهد عن أيوب ليس مثله في الأرض. يبقى واضح أن ربنا فحص القلوب والكلى، بيوزن الناس طول الوقت وشايف مين الحلو بجد وشايف مين اللي يعجبه. فزي ما تقال عليه في أول سطر، كان كاملا مستقيما يتقى الله ويحيد عن الشر. رجع ربنا يقول ده ما فيش زيه في الدنيا. طب ولا ما فيش زيه يحصل له ده كله؟ لا، ما هو ده كله ده ليه بقى؟ ده هيتحول كل اللي بيحصل له ده إلى كرامات وإلى أكاليل لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.